65. No, 55. For our beautiful audience, شباب العرضها في كاميرا وفي بسموه اوتوستريم، يعني راح يكون في نقل مباشر للناس اللي برا الاطر المسرحيه. فاذا بيطلع صوت بتعمل مشاكل، الناس اللي بيحضروا العرض على الانترنت مش راح يسمعوا ومش راح يشوفوا العرض نهائيا، فاهمين؟ فبترجاكم هاي المره عشان في احنا كثير ناس زوار من برا البلد جايين يشوفونا، الناس اللي كثير مع بعض بتتابع المسرحيه. وبعد العرض في 10 دقائق اللي بحب يناقش، يعلق، يسال سؤال عن المسرحيه، عن المسرحيه بضل موجود، اوكي؟ هون في فيديو ذا شو انا بتذكر سيداتي وسادتي، أهلا بكم في مسرح الحرية. سيبدأ العرض بعد قليل. الرجاء إغلاق الحواضر في النقالة وعدم التدخين. أتمنى لكم عرضا ممتعا. Ladies and gentlemen, welcome to the Freedom Theater. Please turn off your mobile phones and refrain from smoking. The show will begin soon and we hope you enjoy it. My vantage point is a lot of new flares and tracer fire coming out of here. In fact, we go over to this end of the northern end of the Gaza Strip, I can see a lot of trouble.
مرت علي ليلة كل شي صار لي واضح فيها بالنسبة لي. كيف بقدر أحكي مرة تانية؟ كلهم كانوا هناك، كل واحد فيهم كانوا بيعرفوا اسمي، وأنا زي الحشرة اللي بتمشي على ظهر كرسي. نذكر الضوء، صدق الضوء، لحظة وضوح قبل الليلة الأبدية. تخليش أنسى، تخليش أنسى، تخليش أنسى. Ladies and gentlemen. سيداتي سادتي، أنا حزينة، أنا حاسة إنه المستقبل بدون أمل والأشياء مش رح تتغير. أنا مليت ومش راضية عن إشي. أنا فاشلة، أنا مذنبة، أنا معاقبة، أنا حابة إني أقتل حالي. أنا كنت قادرة إني أبكي، بس حالياً تحطيت لي دموع، المي اللي جسمي نشفت،
فقد الاهتمام بالناس التانيين، مش قادرة أخذ قرارات، مش قادرة أكل، مش قادرة أنام، مش قادرة أفكر، مش قادرة أتخطى الخوف والوحدة والقرف، مش قادرة أحب. أنا ناصحة. الناس بتنازع وأنا بجهز حالي علشان أواجه الموت. مش قادرة أكون لحالي ومش قادرة أكون مع ناس تانيين، جسمي مش إلي. على 44 راح أشمق حالي. مش قادرة أكون لحالي، مش قادرة أكون مع ناس تانيين، جسمي مش إلي. على 44 راح أشنق حالي. مش قادرة أكون لحالي، مش قادرة أكون مع ناس تانيين. شوي 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 شوي
عمرك بس 66 سنة. هذا تشبيه ومش واقع. هذا مثل. هذا مش واقع. هذا مش تشبيه، هذا مثل. وحتى لو كان هيك، ميزة تعريف التشبيه إنه حقيقي. أنت عمرك بس 66 سنة. مزبوط. مزبوط. الوزير هذا والوزير هذا كلهم بذكروا حالهم بيقدروا يجوا يتمسخروا علينا. احنا مش مسخرة، احنا جروحنا واحد وألمنا واحد وهدفنا واحد. والتاريخ يا شباب الوزراء الغامضين
الوزراء المعقولين والسياسيين والطريقة اللي بيجوا بيروحوا فيها بخلوك تفكر انهم مرضى. انا بسأل حالي نفس السؤال عنك. يلا خلص، حط الكلمات في تمي وسكر علي. اعطيني علاج كيماوي لكل هالعيوب الجغرافية وخلينا نغطي على عيوب بعض. انا حبيتكم، انا وثقت فيكم، بس اللي بوجع مش اني خسرتكم، لا، اللي بوجع كل هاي الكذبات اللي كانت متنكرة توب الأخوة والمساعدات الإنسانية. أنا ما بتمنى أعيش بهيك عالم. اكتبوا للآخرين، للأنقياء أكثر من المطر قبل أن يلامس الأرصفة، للذين يولدون ويموتون دون أن يغادر أحد القرية، أو يتخلى عن أصدقائه، أو يغير نوع تبنه، أو يبدل طريقة استلقائه على عشب البيادر أو بلاط السجون. أوطان الطغاة لا تمنح الناس سوى القهر والذل، ومدنها وقراها لها صفات القبور والسجون. ولذا فإن الولاء لأوطان الطغاة خيانة للإنسان وحقه في حياة آمنة يسودها الفرح وتخلو من الذل والهوان، لا سيما أن الولادة في أي وطن هي جذر يربط الإنسان بوطنه، ولن يقوى ذلك الجذر وينمو ويكبر إلا لما يعطيه الوطن من حرية وعدل. أمة بكاملها تحل الكلمات المتقاطعة، وتتابع المباريات الرياضية أو تمثيلية السهر، والبنادق الإسرائيلية مصوبة إلى جبينها وأرضها وكرامتها وبتروليا، كيف أركضها من سباتها وأقنعها بأن أحلام إسرائيل أطول من حدودها بكثير، أطول من حدودها بكثير، أطول من حدودها بكثير. عزيزتي، على فكرة هذا الورد لإلك. عزيزتي، ايش صار لإلك؟
اسألني أنا ليش؟ وليش جرحت إيدك؟ لأنه شعور حلو، شعور كتير حلو. معلش شوف بس ما تلمس. وبتعتبرني مش مريضة؟ لا بلا مريضة. مريضة بس هاي مش غلطتي. انتي لازم تتحملي مسؤولية أعمالك. لازم نعطي مساحة. لا اكشن فين العب. في شغلات كتير لازم تتعلموها. اشتقت بخوف للأرض اللي عمري ما لمست، خايفة إن الخوف يخليني عبد محبوسة في قفص من الدموع. رح أقص لساني حتى ما أحكي أبدا. أنا مشتاقة لبلد لسه ما انولد، مشتاقة للبحر على مدى سنين اللي حكينا أنا وياه إنه ما رح نتقابل. من هون لعشر سنين أو أكتر رح يضل البحر ميت. أنا بتعايش مع هاي الحقيقة لما تمر الأيام بدون ما أفكر فيه، ولما أصير ختيارة عايشة بالشارع بنسى اسمي رح يضل ميت. أنا عرفت إنه أنا لازم أوقف وأستنى لحالي. يا بحر يا بحر، ليش تخليت عني وانت بتعرف انه انت المكان الوحيد اللي لا يمكن اكذب وانا عندك وانا فيك. الحياة بدونك ما إلها معنى. ناشف تعودت احب الناس والاشياء الغايبة. Thank you.
مش اليوم ومش قابل للتفاوض. مش اليوم ومش قابل للتفاوض. ما تخليهاش تتحرك. Thank you.
تأكيد تعرف انت وحدة عنيدي صح؟ انا صح.
بكره مهنتي. أنا كنت بحاجة لناس يكونوا معايا عاقلين وواعيين. دباباتك قوية جدا، تدمر وتقتل وتسحق الأشجار.
تحتاج إلى سائق. إليك يا ما زرعت المستقبل. طائراتك كبيرة جدا، تدمر مدنا كاملة، ولكن فيها عين واحد تحتاج إلى إيمان. ولكن فيه عيب واحد، يمكنه أن يفكر.